الحمد لله من اخر الدنيا في ناس تيجي عشان لقمتها العيش. احنا ما في حطب اللي الناس تخبز، ما في سيول اللي الناس تقدر تنزل على السوق. الوضع كل ما نام بيزيد الاصعب، الناس ما حتشتري، الناس ما حتجيب. اللي فقد ابنه، اللي فقد عيلته، اللي اهله تشردوا برا، اللي نفسنا نشوف اهالينا اللي برا. انا بطلب من مسائلنا هنا يكونوا بالرحمه للشعب الفلسطيني، يرحم الشعب الفلسطيني شويه. احنا بكفي اللي جرى لنا وبكفي اللي صار لنا. بس هم متطوعين هذول اللي بيشتغلوا. وضعنا صعب جدا، بيتنا تدمر، حياتنا كله، مكاننا، هاي جيراننا، حبايبنا، كله تدمر، كله هيني. عشان كل يوم اجيب بمشي بين الدمار هيني في حارتي في شارعي. بس من يوم ما مرقت الحرب علينا اول شهرين، ها نقول لك كنا شويه، بس بعد هيك يعني اجت اشهر علينا ما يعلم بها الا الله. زي بقيه الشعب يعني كناش احيانا نلاقي حبه الطحين ناكلها. بس من يوم ما مرقت الحرب علينا اول شهرين، ها نقول لك كنا شويه، بس بعد هيك يعني اجت اشهر علينا ما يعلم بها الا الله. زي بقيه الشعب يعني كناش احيانا نلاقي حبه الطحين ناكلها.